ضيفتنا لنهار اليوم هي السيدة إيمان حبو، أستاذة بالمنصة الرقمية معلم. مرحبا بك أستاذة. مرحبا بكم ونشكركم على الاستضافة تاع اليوم. شكرا على تلبيتها. أيضا سيدة إيمان حبو، في البداية هل كنت تعطينا فكرة حول هذه المنصة، المنصة التي اخترتم لها اسم واسم معلم؟ نعم، هنا هذه المنصة هي منصة تعليمية وتدريبية تقدم خدمات للتلاميذ والأولياء وحتى الأساتذة. هذه المنصة مبنية على الذكاء الاصطناعي. المبدأ تاعها ولا الهدف تاعها أنه التلميذ يتعلم من الأخطاء. هذه المنصة حسب المقرر الدراسي في الرياضيات والفيزياء والعلوم للطور المتوسط والطور الثانوي. يعني هنا التلميذ كي ياخذ الحصه تاعو في المدرسه يدخل المنصه هذيك حيلقى الحصه تاعو، بصح على شكل ديكويز، يعني عباره عن اسئله حول مفاهيم الدرس. يقوم التلميذ بحلها باش هنا التلميذ يكتشف النقائص تاعو، الاشياء اللي ماهوش فاهمها في الدرس. وهنا في المنصه تاعنا اللي تختلف عن المنصات الاخرين انه هذه المنصه فيها معلم افتراضي، كما قلت سابقا ان المنصه هذه مبنيه على الذكاء الاصطناعي، يعني معلم افتراضي كل تلميذ يكون عنده معلم الخاص به اللي رايح يرافقه ويوجهه ويعطي له اجابات توجيهيه. المنصه هذه تخدم التلاميذ، قلت انه تعطي لهم اسئله تقييميه حول الدروس تاعهم، تعطي لهم ايضا تمارينات الكتاب المدرسي وتمارينات الكتب الخارجيه ايضا على شكل ديكويز. يعني هنا التلميذ رايح يكتب الاجابات تاعو، يدخل يكتبها في مسوده ويدخل الاجابات تاعو عبر المنصه. كما قلت سابقا ان الاستاذ الافتراضي هو اللي رايح يوجه التلميذ ويعطي له النقطه تاعو ويحدد له ايضا المستوى. جيد، لكن أستاذة أنت، أذكر أنت أيضا أستاذة علوم طبيعية في هذه المنصة، في منصة معلم. هذا الاختيار، اختيار طريقة الكويز، هل أنت كأستاذة ما هو تقييمك؟ هل فعلا ربما يؤتي ثماره؟ هل هذا الطريقة هي أن التلميذ لا يجدها في القسم لكن يجدها في هذا المنصة، هل تساعده فعلا أستاذة حبو؟ نعم، هذه المنصة ساعدت التلميذ لأنه حيتعلم من الأخطاء تاعو. يعني التلميذ إذا كان دخل الإجابة تاعو خاطئة كل مرة حيعاود يحل هذاك الكويز باش يقدر باش يستوعب الإجابة الصحيحة من راهي. هنا التلميذ كي راهو يحاول ويحاول راح الإجابة تقعد مسخة في ذهن ديالو، وهذا هو الهدف تاع المنصة ديالنا، أنه التلميذ يتعلم الأخطاء تاعو ويتعلم أيضا يعتمد على نفسه دون أي ضغوطات من الأولياء أو من الأساتذة. كما قلت سابقا انه التلميذ حيكون عنده استاذ الخاص اللي راح يتبعه ويوجهه السنه الدراسيه كامله. استاذ خاص يعني بمعنى استاذ احبه، كيف يكون استاذ خاص في هذه المنصه؟ باي طريقه التواصل يكون باي طريقه مع الاستاذ؟ هنا كاين استاذ افتراضي كما قلت سابقا، استاذ افتراضي رايح التلميذ يدخل الاجابات تاعو، هذاك الاستاذ الافتراضي هو اللي رايح يعطي له الاجابات الصحيحه ويحدد له ايضا النقائص، يعني يعطي له ملخص يحدد له المستوى تاعو، اذا كان هنا التلميذ المستوى تاعو ضعيف او متوسط او جيد. هنا الاستاذ دور الاستاذ الافتراضي. جيد أستاذة، ما فكروش أنه في هذه المنصة تزيد تواصل سمعي، تواصل مرئي أيضا مع هذا الأستاذ؟ لأنه تعرفين أنت كأستاذة لك الاتصال ما بين التلميذ والأستاذ، ربما لديه أهمية في تلقي الدروس. المنصة معلم ما تعتمدش فقط على المعلم الافتراضي. صح، المعلم الافتراضي عنده دور كبير في المنصة هذه، لكن احنا عندنا أساتذة أكثر من 50 أستاذ. هذه الأساتذة كما الفترة اللي أنا نمر فيها في فترة تحضير الامتحانات، احنا عندنا أساتذة راح يقدموا حصص البث المباشر للتلاميذ. هذه الحصص البث المباشر التلاميذ رايحين يطرحوا الاسئله، يعني يطرحوا لهم الاسئله واش ما هوش فاهمين في الدروس تاعهم، والاساتذه هما اللي رايحين يجاوبوا على هذه الاسئله وايضا يعطوهم ملخصات في الدروس. هذه المنصة أيضا راح تقدم تاني للتلميذ إذا شاف روحه أنه ما فهمش في الدروس في الرياضيات ولا الفيزياء ولا العلوم، هنا المنصة حتعطي له ملخصات وحتعطي له أيضا فيديوهات. هذه هو دور المعلم. جيد، ربما أعطيتي بعض المميزات، لكن يريد تعطينا أهم ربما أن لماذا أختار منصة معلم ولا أختار منصة أخرى أستاذة إيمان حب؟ لأن منصة معلم هي مبنية على الذكاء الاصطناعي كما قلت سابقا، يعني الأستاذ الافتراضي. أستاذ الافتراضي، وهنا المنصة هذه رايحة تعلم التلميذ يعتمد على نفسه. كنا درنا سابقا مسابقة في السنة السابقة مع الفترة تاع الكورونا، كان الفترة تاع البيام والباك التلميذ ما عندوش منين يراجع، كنا درنا مسابقة وطنية
الحمد لله أثمرت الثمار تاعها وكانت ناجحة، حتى التلاميذ نجحوا والحمد لله. جيد أستاذة، في هذه المنصات كيف يتم تقييم مدى نجاحها لربما لتصحيح بعض الأخطاء أو زيادة بعض الأمور، كيف يتم التقييم؟ هنا التقييم، هنا كاين الأساتذة، أساتذة رايحين يتبعوا، هما اللي رايحين يخيروا لي كويز، هما اللي رايحين يخليوا الملخصات، يعني ماشي هنا ماشي غير الأستاذ الافتراضي، الأستاذ الافتراضي راح يقوم فقط بالتوجيه وتحديد التمارينات، لكن احنا في المنصة هذه يعني في موقع معلم عندنا أكثر كما قلت سابقا من 50 أستاذ، هما اللي راهم مسؤولين على مجموعة لي كويز اللي راهي مقترحة في الموقع، وأيضا هما اللي راح يوجدوا الملخصات والفيديوهات. وهاد الأساتذة راهم أساتذة كبار مفتشين، حتى احنا الأساتذة صغار راه معنا كاين أساتذة وراءنا اللي راهم يتبعوا فينا باش يكون العمل تاعنا ناجح، المحتوى تاعنا ناجح. نعم، الأقسام الموجهة إلى هذه المنصة من الأولى متوسط حتى الثالثة ثانوي، وهنا التلميذ حيلقى فيها الرياضيات والفيزياء والعلوم، يعني المواد الأساسية. جيد، هذه المنصات أستاذ إيمان حبو تبقى مكمل للأستاذ، يعني لا يجب أن يعتمد عليها مطلقا التلميذ؟ لا، هنا المنصة تاعنا كما قلت سابقا أنه التلميذ يأخذ الحصة تاعه في المسيد، يعني يأخذ الدرس تاعه في المسيد. إحنا المنصة تاعنا ما راش حتقدم الدرس للتلميذ ودرس جاهز دون أي مرشد، هنا التلميذ راح يأخذ الدرس تاعه مع الأستاذ تاعه ويدخل المنصة فقط باش يلقى النقائص تاعه ويصححها. هنا في المنصة تاعنا منصة توجيهية تكميلية لما يأخذه التلميذ في المدرسة، هذا هو موقع معلم. جيد، كنت تحدثي منذ قليل أن هذا المنصة هي موجهة أيضا للأساتذة، كيف سلام؟ نعم، هنا المنصة موجهة للأساتذة وموجهة أيضا لأولياء التلاميذ، حيث أن الأولياء التلاميذ بلا ما يديروا ضغوطات على الأبناء تاعهم، روح بلا ما يقولوا روح تقرا ولا روح تراجع، هنا الاولياء يقدروا يدخلوا ايضا لهذه المنصه عبر الحساب تاع الابن تاعهم. المنصه هذه رايحه تعطي لهم ملخص على جميع الانشطه اللي قام بها الابن تاعو، يحدد له المستوى تاعو وشحال ايضا وشحال من مره دخل التلميذ هنايا للمنصه هذه وشحال من تمرين حلو. هنا المنصه ايضا رايحه تعطي له ان طابلو دو با فيه كامل واش قام به وليده في خلال الاسابيع السابقه. اما بالنسبه للاساتذه، احنا الاساتذه حتنقص عليهم الضغط، يعني الاستاذ عنده شحال من تلميذ في القسم، انا نشوف الضغوطات اللي كاين في الاقسام السنوات الاخيره، يعني الاستاذ هنا ما يقدرش يتبع كل تلميذ على حده، كل تلميذ يكتشف النقائص تاعو. يدخل منصه معلم على في خدمه ماي كلاس، هذه الخدمه اللي رايح الاستاذ يدخل فيها جميع تلاميذ تاعو. المنصة ولا المعلم الافتراضي رايح يعطي لهم مجموعة من التمارينات، يخير لهم مجموعة من التمارينات يقوموا بالحل تاعها، والمعلم الافتراضي هو اللي يصحح ويعطي النقطة والتقييم ويعطي الأستاذ ملخص على كل تلميذ، يعني كل تلميذ وش خدم. هذه هي الخدمة بالنسبة للأساتذة. جيد أستاذة، أنت كأستاذة في القسم وأستاذة أيضا من خلال هذه المنصة، يعني كيف يمكن أن نقنع الأولياء أن مثل هذه المنصات هي تبقى مهمة جدا؟ ربما بعض الأولياء يقول لك لا أنا أفضل القسم ثم بعدها يروح لدروس خصوصية بالطريقة الكلاسيكية، وربما يتخوف أو يتهرب إذا صح التعبير من هذه المنصات. أنت كأستاذة كيف يمكن أن نقنع الأولياء أستاذة؟ الوقت اللي رانا فيه أنه الدروس الدعم تقليدية، هنا رانا نشوفوا أنه جميع التلاميذ راهم يتوجهوا ديريكتومون للدروس الدعم، ما فاهمين الدرس ماشي فاهمين الدرس راهم يتجهوا ديريكتومون لدروس الدعم. هنا كي ندخلوا للقسم تاع دروس الدعم حنلقاو ان الاقسام مكتظه، باسكو جميع التلميذ رايح يدير للدرس خصوصي. الاستاذ هنايا ما راقدش يتبع كل تلميذ هنا راه من النقائص تاعو، هذا هو الفرق بين الموقع معلم والفرق بين الدروس الخصوصيه. للموقع معلم كل تلميذ حيكون عنده أستاذ اللي رايح يتبعه من الأول سنة دراسية حتى نهاية سنة دراسية وفي أي وقت، يعني 48 ساعة 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام على 7 أيام، وقت ما حب تلميذ يراجع دروسه يدخل المنصة هذه. لكن دروس الدعم عندها وقت محدد، رايحة تستغرق وقت كبير للديبلاسمون، أيضا راح تكون مكلفة، هذا مقارنة مع موقع معلم. يعني احنا الهدف تاعنا انه موقع معلم التلميذ رايح يراجع دروسه بلا ديبلاسمون وفي وقت قصير، هذا هو الهدف.
أستاذ، ربما شفنا أنه في جائحة كورونا مثل هذه المنصات يعني كانت نقصتنا كثير، الآن هي موجودة والحمد لله. هل ترين أنه في الجزائر اليوم يمكننا الحديث عن التعليم عن بعد؟ أستاذ إيمان حبو، على حسب تجربتي في منصة معلم، نعم، أني نشوف أنه هذه المنصات راهم يستفادوا منهم التلاميذ أكثر من الدروس مقابل الأستاذ ولا في قسم. هذه المنصة رايح تراجع ورايح تعتمد على نفسك وتتعلم من الأخطاء تاعك في وقت قصير، يعني ماكش حتستغرق وقت كبير باش تكتشف النقائص تاعك. مثل هذه المنصة راح تكون مفيدة ماشي فقط للتلاميذ، أيضا للأولياء. هنا الأولياء على بالنا الوقت اللي رانا فيه، الأم تعمل، الأب يعمل، ما عندهمش الوقت باش يريفيزي وباش كل تمرين يتبعوه، كل تمرين يحلموا التميد هنا يتبعوه. هذه المنصة رايحة تعطي لهم تمارينات وهي اللي رايحة تصحح لهم وهي اللي رايحة تقيمهم وحدها، يعني بلا أي مرشد آخر للتلميد. هذا هو الفرق بين المنصات اللي راهم دوكا وبين الدراسة الكلاسيكية. نعم أستاذ، ربما في هذه المنصات الأولياء يتخوفون بحجة يقول لك في هذه المنصات التلميذ مباشرة يلقى الحل، يعني الحل يقول لك موجود. هل هذا صحيح؟ هل هذا التفكير صحيح أستاذ؟ هنا المنصة معلم، التلميذ رايح كما قلت يتعلم من الأخطاء تاعو، كيفاش التلميذ رايح يحل. هنا المعلم الافتراضي رايح يعطيله لأنه أخطأ في هذاك السؤال، التلميذ واش يحي دار؟ يحي عادي يراجع الدرس تاعو، إذا ما كانش الدرس تاعو مفهوم يخداه في المسيد حيعطيه ملخص اللي فيه أهم النقاط. كي يكون يعاود يراجع التلميذ الدرس تاعو حيعاود يدخل المنصة حيعاود يحل هذاك الكويز، يعني حيعاود يحل هذوك الأسئلة التقييمية، وفي كل مرة التلميذ راح يحاول بعد 3 محاولات باش الأستاذ الافتراضي راح يعطي له إجابات توجيهية. يعني 3 محاولات يعني. نعم، هنا راهي حيحاول التلميذ باش المعلم الافتراضي يعطي له اجابه توجيهيه. ايضا قلت سابقا انه كاين تمارينات الكتاب المدرسي وتمارينات الكتب الخارجيه، وكيما على بالنا كامل باللي انه تمارينات الكتاب المدرسي في الانترنت تكتب فقط تمرين حيخرج لك الحل تاعو. حنا التمرين هنا التمرين الكتاب المدرسي حنا عاودنا شكلنا على شكل ديكويز، يعني في كل سؤال من التمرين هذاك حنا عاودنا صياغه تاعو على شكل ديكويز، يعني هنا التلميذ راح يدخل محاوله تاعو، راح في كل مره يحاول. نعطوا له ايضا اختيارات، هذه الاختيارات حتكون متقاربه، يعني التلميذ راح يقوم بمجهود باش يلقى الاجابه الصحيحه. هذا هو الفرق. استاذ ايمان حبو، الان عند استعمال هذا المنصات وما دمنا نتحدث عن منصتكم منصه معلم، ما هي الطريقه الصحيحه لاستعمال هذه المنصة؟ ما هي ربما أهم النصائح اللي قدر نقدموها للتلاميذ حتى ربما لا يكون تأثير عكسي، يعني من ما أنه يستفاد منها ربما راح ما شح يستفاد منها، يعني ما هي أهم النصائح لطريقة استعمال هذه المنصات؟ حنا التلميذ باش يستعمل هذه المنصة باش يقدر يدخل هذه المنصة، يعني التلميذ راه حاب يقرأ، راهو حايب يكتشف، راهو حايب يكتشف النقائص تاعو. هنا التلميذ يعتمد على نفسه بلا ما تكون الام ضاغطه عليه ولا الاب ضاغط عليه. التلميذ رايح يكون مقابل الميكرو تاعو ولا مقابل لاطابلات تاعو وراهو يحل وحده، يعني هو معلم الافتراضي. هنايا التلميذ ماش حيكون عليه ضغوطات، يعني بلا ما يخاف، بلا ما دوك لا بالك نغلط، بالك الام تعاقبني، بالك الاستاذ يعاقبني. هنا المنصه حيكون وحده هو المعلم الافتراضي، راح يقدر يتكل على روحه. هذا هو الهدف تاع موقع معلم، يعني التلميذ راح يتعلم من الاخطاء تاعو. نعم استاذ، هذه المنصات نجاحها مرتبط ليس فقط بالمضمون وانما بالشكل ايضا. هل منصة معلم ربما اهتمت بالشكل والجرافيك و... نعم، منصة معلم هنا فيها عدة خدمات، يعني ماشي غير الخدمات اللي قلت لك عليها مقبلات. نعم. كاين أيضا منشأ آلي، هنا التلميذ كيكون ضعيف في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في العلوم، هنا كاين منشأ آلي اللي هو يحتوي على معلم افتراضي راح يخيل له مجموعة تمارينات على حساب المستوى تاعو. هنا باش التلميذ يطور المستوى تاعو، هذه خدمة من خدمات معلم. كما قلت سابقا انه الوقت اللي رانا فيه وقت الامتحانات رانا موجدين ان باك بريباري اكزام، هذا لي باك اللي راح يتبع التلميذ في مدة الشهر هذا باش يبريباري الاختبارات تاعو. يعني حيكونوا هنايا عدة خدمات، حيكونوا مواضيع التلميذ باش يحلها، حيكون المنشئ الآلي للمواضيع، حيكونوا حصص البث المباشر، حيكونوا تمارينات الكتب المدرسية وتمارينات الكتب الخارجية،
ايضا من بين الخدمات اللي يقدمها خدمة الموقع معلم خدمة جدول توقيتي، يعني كل تلميذ حيدخل جدول التوقيت تاعو في هذه المنصة، وكل يوم كمل الدراسة تاعو في المزيد حيفكروا موقع معلم واش عنده المواد غدوة. يعني فيها تنبيهات، فيها تنبيهات، نعم فيها تنبيهات اللي باش التلميذ يراجع دروسه ويحضر نفسه غدوة من ذاك. ايضا فيها ارشادات، يعني هنا التلميذ كي رايح يخطا في تمارينات وحيكون مستوى تاعو ضعيف، هنا رايح يقدم له ايضا ارشادات باش توجهه وتكون باش تطول له ايضا المستوى تاعو. هذه بين خدمات معلمه حتى اعطينا كل الخدمات هكا حتى تكون عندنا فكره حول هذه المنصه. ذكرتي عديد الخدمات، هل في خدمات اخرى يوفرها هذا الموقع؟ خدمه استرجع معارفي، جيد. خدمه كما قلت تمارين كتاب مدرسي وتمارين الكتب الخارجيه، خدمه المنشئ الالي سي جينيراتور، خدمه المواضيع اللي هذه اضفناها للباك بريبار اكزام، حصص البث المباشر، يعني تلميذ حتكون عنده حصه مع الاستاذ تاعو اللي راح يطرح عليه الاسئله وايضا يعطيك الملخصات في الدرس. خدمه جدول توقيتي، وانا نطوروا في خدمات اخرى. جيد، راح نرجع لك سيده ايمان حبو، لكن قبل ذلك تنضم الينا على المباشر زميله دلال بوطبه، اين يشرف الوزير الاول اليوم السيد عبد العزيز جراد على عمليه توزيع 5000 وحده سكنيه بالعاصمه من مختلف الصياغ، يتعلق الامر بالسكن البيع بالايجار، السكن الترقوي العمومي والسكن العمومي الايجاري. زميلتي دلال صباح الخير، هل انطلقت العملية هناك عندك زميلتي؟ صباح الخير سيد أحمد، نحن هنا بأولاد فايت بانتظار وصول الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل الإشراف على عملية تسليم مفاتيح سكنية بمختلف الصيغ. أكثر من 5000 وحدة سكنية ستوزع خلال هذا الشهر الفضيل لأصحابها، حوالي 3000 وحدة سكنية للبيع بالإيجار، 1513 سكن ترقوي عمومي، و 800 وحدة سكنية من العمومي الإيجاري. نذكر فقط بأن هذه السكنات ليست هنا فقط بولاد فايت، وإنما بأرغاية سويدانية ومواقع أخرى من ولاد فايت، وأيضا ببرج الكفام. ننتظر وصول الوزير الأول في حدود الساعة 10. إذن منذ قليل فقط كانت لنا جولة بهذا الموقع، لاحظنا يعني اهتمام كبير بالنوعية، اهتمام كبير أيضا بالفضاءات المخصصة للعب الأطفال، وأيضا مساحات خضراء صغيرة. إذن في حدود الساعة 10 سوف ننتظر وصول الوزير الأول ليشرف على عملية تسليم السكنات لأصحابها في هذا الشهر الفضيل. شكرا لك زميلتي دلال بوطبة، كنت معنا على المباشر من بلدية ولاد فايت في العاصمة. أذكر 5000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ سيشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد على عملية توزيعها. نعود إلى البلاطو دائما معي السيدة إيمان حبو، هي أستاذة بالمنصة الرقمية معلم. أستاذة، في الأخير هذه المنصات ربما من بعض الانتقادات الموجهة إليها أنها لا تقدم أعمال تطبيقية، مثلا أنتم في العلوم الطبيعية في القسم تعطوا أعمال تطبيقية، لكن التلميذ إذا أراد أن يعيد هذه الأعمال، هل في المستقبل ربما تشوفي أن يجب أن تكون هذه الأعمال تطبيقية في هذه المنصات؟ فاحنا في هذه المنصه صح ما نقوموش باعمال تطبيقيه، لكن نديروا تجارب على شكل ايضا ديكويز، يعني احنا التجارب في العلوم الطبيعيه نحكموا الكتاب تاع المدرسي يعني تاع العلوم الطبيعيه اللي راه يكون ممتلئ بالتجارب، هذوك الاسئله تاع التجارب راح نعاودوا صياغتها على شكل ديكويز، ورانا ان شاء الله نطوروا في البرنامج ولا في موقع معلم باش ندخلوا ايضا كما قلت سابقا ندخلوا خدمات اخرى اللي حتكون يقدر التلميذ يقدر التلميذ يعتمد عليها اكثر واكثر. الخدمه اخي خدمه مدفوعه ولا خدمه مجانيه سيده؟ هذه الخدمه خدمه مدفوعه، اشتراك فصلي بمبلغ 300 دينار، اشتراك فصل 3000 دينار عفوا للفصل الكامل، يعني التلميذ حيقرا يلقى فيها الملخصات، حيلقى فيها التمارينات، ارشادات، هذا كامل بمبلغ قليل مقارنة مع المبالغ الباهظة اللي راهم يمدوا فيها الأولياء لدروس الدعم.
شكرا لك سيدة إيمان حبو، ذكرت أستاذة بالمنصة الرقمية معلم، موفقة وموفقون في ما تقومون به. يعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة مرة ثانية. شكرا وبالتوفيق. شكرا.